السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من مشروع البساتين، وكتشوفوا قدامنا مشروع ميموزا. كما كتشوفوا معايا جميع، الآن كندور على اليمين ديالي كندخل للسيكتور واحد، اللهم لك الحمد. الناس راهم دخلوا للسيكتور ديالهم، الناس بدات يعني كتسكن، بدات كتستقر. اللهم يسير هنا السيكتور واحد، هذه العمارة رقم 8 راه دخلوا لها الناس، الله يسخر. هذه الجهة الجنوبية للسيكتور واحد، وغنمشي معكم حتى للجهة الشمالية. الجهة الشمالية اللي غنخرج لها، اللي جات مطرفة من لهيه من جهة تمارة. نتمناهم الله الخير والتيسير، اللهم يسر يا رب، اللهم يسر الجميع. هذه العمارة 5 حتى هي، والعمارة 4 هذو كلهم محلولين هنايا. نتمناهم الله ان الامور تمشي مزيان، اللهم يسر يا ربي. قلت لكم السيكتور واحد فيه جوج اجزاء، فيه هذا الجزء هذا وفيه الجزء الاخر اللي قدامنا. مباشره غادي نمشيو له من هنايا. هنايا درت تابع السيكتور واحد حتى هو، عندنا العماره رقم 17 18 و19، وكنقطعوا الجزء اللي في الطرف هنايا اللي هو هذا حتى هو السيكتور واحد. فكما كتشوفوا معنا هذا الاتجاه ديال الجزء الشمالي هنايا فيه الكرياج، ولكن راه كاين هنا من الجنب محلول بان ليا. هذا السيكتور 2 و3 واقيس على ذلك. اجواء بارده هنا بالبساتين، اجواء جميله صراحه. كنشوفوا الهدوء، كنتمنوا من الله يتم المحافظه على هذا الهدوء. هذا هذه الاجواء كما كتشوفوا، هذا واحد البارير من هنايا، ربما الناس كيطلعوا من هنايا، ولكن كنظن الافضل يخليو حتى يتحيد الكرياج افضل بكثير. هنا كما كتشوفوا معنا هذه هي الخرجه اللي كتخرج للبساتين، على اليمين كدي جهه ميموزا، وهنا على اليسار ديالنا السيكتور 7. هنا السيكتور 7 هنا الارض ديال مواليه هنايا في اليمن، وهنا السيكتور 7 و3 و4 و5. اجواء بارده، اجواء جميله هنا لمشروع البساتين. نتمناو من الله الخير والتيسير للجميع. الناس باقين كيجيو كيطلعوا على الشقق ديالهم، كيشوفوا الامور كيفاش دايره. هنا في اليمن ديالنا الاتجاه اللي كيدير السيكتور 7، هنا اللي كيدير السيكتور 6، واللي غادي ندخلوا معكم للسيكتور 6 تاهو، ونشوفوا الامور كيفاش ولات كيفاش غاده. من المحتمل زخات مطريه ان شاء الله مساء اليوم بمدينه الصخيرات، اللهم بارك. منظر جميل، كتعجبني هذه الصوره، وكنجي لهذا المكان وكندير واحد التصويره بحال هكذا، وكنكمل الطريق ديالي. كنتمنى من الله اننا نشوفوا مرافق اضافيه للساكنه ديال دور الصفيح، نشوفوا امور اللي هي ايجابيه اللي تفرح بها الساكنه، لان صراحه الساكنه ديال مدينه تماره ولا الصخيرات ولا كلشي اللي غادي يلتحق هنا ان شاء الله يستحقون الافضل. وكما شفتوا معنا طرقان بالبساتين وميموزا، راهم بالبساتين وميموزا والريف راهم تحلوا، وهنا يتحيد داك الكرياج، يعني الامور هنايا ولات مزيانه. فكنتمناو من الله صادقين انه نشوفوا شي مرافق هنايا بين الريف واحد والريف جوج وثلاثه، فهاد ليسباس هذا اللي بقى خاوي هنا كذلك اكيد غيكونوا بنايات اخرى، ولكن كنتمناو من الله ما ينساوش الحق ديال المرافق لهذا المشروع ديال الريف كذلك، لان كنشوف غياب الفضاءات، وهذا الشيء ربما ياثر سلبا على الساكنه ديال الريف، اللي فيهم الناس اللي شاريين بطبيعه الحال، وفيهم الناس اللي كذلك مستافدين. مساله وقت فقط، دخول 2023 غادي تكون مع عمليه هدم كبيره ان شاء الله. تحضيرات متواصله في الملفات، تيترات قرابي يوجدوا، يعني ملي غادي يوجدوا ان شاء الله غادي نشوفوا عمليه هدم كبيره وكبيره جدا. هنا المقبره، ما غاديش نقول مقبره الريف ولا البساتين، ربما يقدر يكون عندها شي اسم اخر. هذه كاينه هنايا في جنبات الريف والبساتين، وكاينه واحده اخرى في الجنبات ديال ميموزا. فكما كتشوفوا معنا اللي كاين مشروع ديال 12000 شقه كنظن هنايا، السفليات اللي كنا هضرنا عليهم اللي جاو قراب الارض بزاف. نتمناو من الله ما يكونش عندهم شي ضرر على الساكنه، هذا هو اللي كاين. تقريبا كتلقى الشبر على الشرجم ديال الدار السفليه مع الارض. نتمناو من الله الخير صراحه. حتى الفصاله ديال الريف فصاله اللي هي مزيانه، والموقع مزيان، جا خارج في البساتين في السيكتور 6 و5، جاو جيران. اللهم بارك، اللهم يسر لهم يا رب، اللهم ادخل عليهم سكنهم بالفرحه والرزق يا ربي، ويسر لهم مصعب. ماشي سهله كتكون دوزتي في واحد المدينه سنوات، كنهضروا على 30 سنه او 40 سنه او 50 سنه، فكتجي شويه صعيبه تغيير الاجواء، ما سهلاش. فباش ما يبانش الفوارق وتبان شي امور اللي هي مغايره، كنتمنى من الله ان الاماكن
يعني اللي ممكن تدار فيها مسجد او مدرسه او لا محل تجاري كبير او ما شابه ذلك. السلام عليكم. او ما شابه ذلك. فكنتمنى وكنتمنى من الله نشوف هذه الامور هذه ان شاء الله عما قريب، لان غتخلي الساكنه تقرب لها الامور كامله. فاللي خلاني صراحه كنتسائل واللي صراحه خلاني ما فهمتش هو في ظل الاجواء ديال المونديال، في ظل الاجواء ديال المونديال حنا الان في السيكتور 5، انا كنشوف الحداده الله يسخر الناس صابوا الشريجمات ديالهم الله يسهل عليهم اللهم بارك. فكنبغي ناكد على واحد النقطه اللي استغربت لي، علاش ما كاينش شي مقهى هنا بالبساتين؟ والله العظيم الا كان يعني اللي غيديرها غيدخل فيها الخير والبركه شي بلازما وهذا او شي مبادره يتفرجوا الناس في المونديال. المشروع ديال المقهى ما كاينش هنا في البساتين، ف نتمنوا من الله انه شي واحد اللي عنده شي بركه بغى يدير شي مشروع وكاين شي شويه الفلوس فشي قهوه هنا يكون سباق لها في شي شوكه هنايا بحال هنا في السيكتور 5 او لا في السيكتور 4 ولا 3 في المحلات اللي جاوا شوكه يشترك واحد جوج محلات. فانا هذه الاجواء في السيكتور 4، السيكتور 4 هو الوحيد اللي باقي محافظ على الالعاب ديال الوليدات. فكنتمنوا من الله هو السبعه كنتمنوا من الله انه نحافظوا على هذا المكسب هذا، لانه فعلا خاص نحافظوا على هذا الشيء هذا. وكما كتوضح الصوره هنا الجماليه ديال الاجواء ديال البساتين، اللهم يسر يا رب يا رب تيسر لهاد الناس وتفرحهم وتيسر لهم مصعب. هذا هو اللي كاين الاخوان، كاين امور اللي هي زوينه خصنا نحافظوا عليها وكاين امور اللي خصنا نجتهدوا فيها، امور خصنا نجتهدوا فيها. واحد النقطه الله يجازيكم بخير، كنشوف الكتابه في الحيط راه ما خصهاش تكون، الكتابه في الحيط ما خصهاش تكون. كنتمنى من الله ان هاد الامور هادي نغيروا هاد السلوكات ديالنا، السلوكات ديالنا تكون ايجابيه ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، فكنتلاقاو الاصدقاء والحباب هنايا كندير معهم صله الرحيم الله يسهل عليهم يا ربي. هنا الاجواء جي اش 2 اللهم يسر يا رب. هذا السيكتور 1 كما كتشوفوا معنا، هنا الاجواء بمدينه الصخيرات. ونتمنوا من الله الخير، عمليه الهدم مستمره، الارقام ديال عمليه الهدم منخفضه شويه ولكن في القريب العاجل غتكون ارقام كبيره وكبيره بزاف. اكيد غنشوفوا امور اللي هي ايجابيه عما قريب. وكنبغي ناكد للساكنه ديال الصخيرات ميموزه والبساتين، محلات تجاريه كبرى بالجنبات ديال المشروع ديالكم، ما عليكم غير تلتحقوا، ما عليكم غير تلتحقوا به ان شاء الله. من بين ابرز المحلات سبقت وصورت لكم جوارات الصخيرات، جوارات الصخيرات الناس اللي بغاو الفران، ماكينه الصابون، الثلاجه. ما التجهيزات المنزليه كذلك، فهادشي كله ما غادي تلقاو ان شاء الله غير في جوهره الصخيرات. اللي كنبغي ناكد لكم عند خونا عبد العالي، تسهيلات زويونين، امور اللي هي مزيانه، نتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. وهذه هي الطريق اللي كتدي للمحل. بطبيعه الحال المحل لا يبعد تقريبا الا بواحد كيلومتر ونص تقريبا حتى لجوج، يعني واحد 10 دقائق مشينا على الاقدام. يا سلام على سماء مدينة الصخيرات، يا ربي ترحمنا. كما كتشوفوا معنا الطريق راه كنصلحوها، تم تثنية الطريق الرابطة بين ميموزة والبساتين ومركز الصخيرات، إذ أنه في مستقبل الأيام سنرى أنه مركز الصخيرات هو البساتين وميموزة والريف والعرجة إن شاء الله. كما قلت لكم بالنسبة للمحل اللي هضرت لكم عليه اللي فيه ميزات زوينين خصوصا مع نهاية السنة ومع هذا المونديال ديال الكرة، كيكونوا تسهيلات لي مميزة. ما عليكم غير تزوروا المحل ديالكم وإن شاء الله بيكون غير خير، ديو معكم الكادو، تستافدوا من البروموسيون، تشاركوا في الطومبولة، ربما تربحوا ثلاجة ولا تلفازة ولا ماكينة الصابون ولا عجانة ولا عصارة الليمون نتوما وزهركم. فالمحل حداكم، وحنا درنا هذه الجولة على الجديد ديال قاطيني دور الصفيح بمشروع البساتين وميموزا والريف، فما نبغيكمش تضيعوا هذه الوجيبه هذه. اكيد واحد النقطه اللي عجبتني من صاحب المحل هي المساله ديال التسهيلات في الاداء، اذ انه
بالنسبه للاداء، الا جاكم المبلغ قاصح او ما شابه ذلك، بغيتوا واحد الباك فيه ثلاجه وماكينه الصابون والتلفازه او شي حاجه اخرى، فكتستافدوا من البروموسيون. الجميل في الامر هو انه كيصاوب معكم في الثمن، وكتاخذوا الكادو، وكتشاركوا في الطومبوله اللي ربما تكون من بين الفائزين تربحوا شي حاجه، والثمن كيصاوب معكم كيقسموا لكم على مجموعه من الشهور، واش 4 شهور واش 5 شهور ولا 6 شهور، على حساب المبلغ وعلى حساب شحال غتسبق. وهذا هو اللي كاين، وبدون زيادات. الثمن اللي غيكون هو نفسه بدون زيادات، وهذا امر جميل جدا. والله يكثر ولاد الخير، هادشي اللي كنتمناو للناس الدراوش، هادشي اللي كنتمناو صراحه. بادره طيبه، وغندير لكم فيديو مفصل ان شاء الله، وديما غنجيب لكم الجديد عنده ونقربكم من كل كبيره وصغيره، واكيد سلعه جديده على كل 48 ساعه صراحه كتدخل السلعه، كل 3 ايام 4 ايام. هذه نقطه ايجابيه. كنلقاو البراج ديال الجوندارم مباشره، كنفوتوا البراج ديال الجوندارم، كنلقاو المحل اللي من ديالنا جوهره الصخيرات، لا بيرل دو الصخيرات. مباشرة ملي كنفوتو هاد الرومبوان اللي قدامنا كنلقاو المحل عليه. من غادي لكم فيديو ليه ان شاء الله، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.